أهلا بحضراتكم من جديد. هل يمكن وصف الأمر بأنه حرب البيانات على خلفية الموقف من مواجهة الإرهاب؟ المسألة بدأت بأن رؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية، الصحف القومية والصحف الخاصة، أصدروا بيان بيدعموا فيه الدولة في مواجهة الإرهاب. رأوا أن هذا الدعم بحسب ما جاء في بيانهم الحرص على حماية حرية الكلمة وتحقيق أهداف الثورتين، غير أنهم يجددون رفضهم لمحاولات التشكيك في كافة مؤسسات الدولة في خياراتها الأساسية، في التطاول على الجيش والشرطة والقضاء، بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات. بعد أيام قليلة، مجموعة من الصحفيين رأوا أن ما جاء في هذا البيان يمثل عودة وترويج لعصور الاستبداد والقمع وحرية الرأي، وقالوا أن مواجهة الإرهاب لا يكون بإعلام مقيد وأفواه مكممة تعني تقديم الوطن فريسة سهلة أمام التطرف وتحويل الرأي العام لكيان أعمى لا يدرك من أين تأتيه الضربات. الهدف واحد، دعم الدولة في مواجهة الإرهاب، لكن الأساليب والرؤى هي اللي اختلفت. من الذين وقعوا على هذا البيان الذي يرى مكافحة الإرهاب برفض محاولات التشكيك، بيشرفني أن يكون معايا في الاستوديو زميل العزيز الأستاذ علي السيد، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم. أهلا يا أستاذ علي. من الأساتذة الحقيقة ما عرفش إذا كان ضيفي وقع على البيان المضاد ولا لأ، لكن ما أعلمه أنه هو متحفظ على ما جاء في البيان. الزميل العزيز الأستاذ وائل لطفي، رئيس تحرير صحيفة الصباح الأسبوعية. أهلا بيكم. أهلا بيكم أستاذ. أنا عايز أوضح بس أن أنا ما ليش أي علاقة بالبيان المضاد، إنما أنا عندي وجهة نظر في المسألة. أنا ما حضرتش الاجتماع لظروف خاصة بيا. أنا متفق مع مضمون الاجتماع 100%، إنما عندي تحفظات على صياغة البيان، ممكن أحب أناقش فيها زميلي الأستاذ علي وصديقي يعني الكبير الأستاذ علي السيد. أستاذ علي، اتهم خطير لصحفي بذات جورنال مستقل أنه يتهم من قبل زملائه بتكميم الأفواه والعودة لعصر الإعلام الواحد وإضعاف الدولة بأنها بالعودة لإعلام الصوت الواحد. اتهم أعتقد أنه يؤخذ على محمل الجد من زملاء، مش كده؟ لا، الحقيقة هو أولا مين يقدر يعمل ده في مصر؟ يعني في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي لا يوجد أحد يستطيع أنه يكمم الأفواه أو يمنع نشر أشياء معينة. احنا أولا هذا الاجتماع كان اجتماعا طارئا، اجتماع جاء في ظرف استثنائي، لحظة مريرة من اللحظات المحزنة الحقيقة في تاريخ الوطن، ان احنا بنشوف ولادنا وجنودنا واخواتنا بيتقتلوا في سيناء بهذه الطريقة الوحشية وهذه الطريقة البشعة. كان في انفعال شديد جدا عند كل المصريين تقريبا، ورؤساء التحرير جزء من هذا المجتمع. بين انفعال يعني؟ لا، ما اقصدش ان بيان انفعال، انما كانت اللحظه كلها لحظه كلنا غضبانين وكلنا سائرين. الدعوه لهذا الاجتماع كان الهدف منها انه في هذه اللحظه، بما انها لحظه كنا شايفين او معظم الناس اللي كانوا موجودين كانوا شايفين انها لحظه تعبويه، لانه الحقيقه اذا اعتبرنا انه ما يحدث في سيناء هو حرب وحرب حقيقيه ولا تقل عن أي حرب خاضتها مصر قبل كده، بل بالعكس دي ممكن تكون حرب استنزاف طويلة الأمد وبتخسرنا خسائر فادحة. أنا شخصياً بعتبرها واحدة من أخطر الحروب في تاريخ مصر، لأنه حرب الحقيقة مش بس بتدمر اقتصادنا وبتدمر مجتمعنا، ما بتدمر أفكارنا وعقولنا كتير جداً منها، وسبب رئيسي من الأسباب اللي فيها تخلفنا دلوقتي. بس حاجة استخدمت لفظ تعبوية، وده لفظ يعني ممكن يزعج اي اعلام انه يوصف بانه اعلام تعبوي. اذا كانت في حاله الحروب، اتحدى في حاله الحروب ان تكون هناك بلدان اعلامها الخاص والعام لا يستخدم هذا اللفظ، او بلاش يستخدم هذا اللفظ، يتعامل تحت مظلته. في اي ظرف، في حرب، هناك دائما ابدا احساس ذاتي لدى الصحفيين المنتمين لهذا الوطن اللي هو في حاله حرب ايا كان الوطن، يعني بيتصرفوا على هذا الاساس وبيتصرفوا على بالشكل ده، يعني بيبقى عندهم هم حرص من نفسهم من غير ما حد يوجههم ولا حد يقول لهم. انا شخصيا ما حدش دعاني من الدوله لهذا الاجتماع، انا دعيت من زملاء في هذا الاجتماع ورحت بناء على كلام من زملاء في هذا الاجتماع، وحضرناه كلنا اللي كنا موجودين. كان تشكيل ما بين الصحف القوميه والصحف الحزبيه والصحف المستقله، وتقريبا كان في حاله يعني اجماع على انه الدوله في لحظه حرجه. الدوله في لحظه وما حرجه، يتخذ عشان وما يتخذ من اجراءات هيقوم بها الصحفيين هي اجراءات استثنائيه لهذه اللحظه الحرجه، ما هياش يعني اجراءات دائمه وتاخد بالصوره كاننا هنمنع مقالات
وهنمنع اخبار وهنمنع. انت شفت حاجه مثلا كان في خبر معين ما اتنشرش في مصر اليوم او كده؟ انا شايف المصري اليوم بيتحقق معاه وحضرتك شخصيا انت خضعت للاستجواب الحقيقه. انا خضعت قبل الاجتماع. انا شايف ان في مقالات في المصري اليوم هجمت البيان نفسه. يعني الموضوع محل جدل. المساله الحقيقه يعني انا اقول انا عايز اعرف وائل انت ما رحتش الاجتماع لان انت متحفظ على الفكره في حد ذاتها. لا انا كان عندي ظروف خاصه, انما لما شفت البيان يعني كان عندي تحفظات اعتقد لو كنت رحت كنت هقولها بشكل واضح. ففي مشاكل في الصياغه, هل حضرتك متفق معايا ان في مشاكل في صياغه البيان ولا لا؟ والله قول لي ايه هي واحنا يعني مثلا ديسك. طيب لا بجد طبعا واضح يعني هو فكره الاستعجال وفكره السرعه. يعني لما اقول انا عندي اجتماع لرؤساء التحرير الغالبيه والجرايد الاهم في مصر, يلتزم الحاضرون بالتوقف عن نشر البيانات الصادره التي تدعم الارهاب وتدعو الى هل معنى كده انه انتوا قبل كده كنتوا بتنشروا بيانات تدعم الارهاب او احنا بننشر بيانات تدعم الارهاب طول عمر؟ هي ايه اصلا البيانات تدعم الارهاب؟ يعني مثلا جماعه انصار يعني بيت المقدس طلعت بيان امبارح ونشرته, هل ده بيعني ان يعني ايه اللي بيدعم الارهاب؟ بيان بيحض على التفجير مثلا, يدعو الى تفجيرات معينه, ايه البيان اللي ايه تعريف البيان؟ تسالني ولا انا يعني بسال بطرح ولا اجاوب؟ يعني هقول لك حاجه ثانيه, في الصحف الحقيقه يعني زي ما بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بيستخدموا الصحف في انه هو بيطلع بيان, البيان ده بيبقى هو قاصد منه حاجات حتى غير اللي هي المنشوره, وبيعمل توجيهات احيانا داخل بيانات, وهذه التوجيهات بيحصل عليها تحركات على الارض. فلازم يبقى فيه حرص شديد جدا وانت بتنشري بيت المقدس بتقول ايه او غير بيت المقدس بيقول ايه. ما احنا بننشرها وبنتعامل معاها وبنحللها يعني مثلا النهارده بيت المقدس طلعت بيان مهم جدا انها انضمت لداعش. اكيد حضرتك نشره بكره ولا مش نشره؟ بجد والله ما انا بس لو اتفقت معايا ان في الصياغه كان يعني فيها مشكله لا هي وبالتالي تتعدل. هي طلعت بيان انها ما انضمتش لداعش الحقيقه, اللي ممكن يعتبر برضو ان هو يعني بيدعم الارهاب, هي في الاخر منظمه ارهابيه, ولكن انت لازم تخبر القارئ بهي قالت ايه. في اعتقد يمكن مساله جدا في الصياغه, يمكن اذا كان وائل الاستاذ وائل بيتحفظ على مسائل ليها علاقه بالصياغه. هو هنا مش متحفظ على الصياغه, هو متحفظ على المبدا على المضمون نفسه. يعني فكره الصياغه ممكن هنصيغها ازاي نعدلها بس مش رفض التشكيك. يعني المساله بتستدعي فكره سيئه عند الكثيرين وهي فكره اعلام الصوت الواحد او فكره عدم ظهور الراي الاخر. يا استاذة ومين اللي يحدد اذا كان هذا يرفض التشكيك؟ مين يستطيع في مصر انه يعمل اعلام الصوت الواحد, او مين يقدر يخلي مصر تبقى صوت واحد في التوقيت ده بعد ثورتين؟ لا يمكن يحصل. وانا على يقين انه هذا الكلام هذا الكلام الحقيقه لا يوافق عليه رئيس الجمهوريه ولا يقبل بيه. يعني رئيس الجمهوريه انا عايز حضرتك تفسر لي هذه الفقره في البيان. رفضهم التشكيك كافه في مؤسسات الدوله في خياراتها الاساسيه, التطاول على الجيش او الشرطه او القضاء بما ينعكس بالسلب على اداء هذه المؤسسات. يعني مثلا اذا حضرتك ظهرت لديك قضيه ما عن حاله تعذيب او ان تحدث البعض عن انتقاد لقرار ما, او بتعمل مثلا قرار مثير للجدل زي اخلاء الشريط الحدودي وفي اراء مختلفه, ازاي هتتعامل مع مثل هذه القضايا؟ اولا احنا نقلنا يعني في فرق كبير جدا بين ان احنا نتعامل مع اراء متعدده ويبقى في تشكيك في ده. بمعنى انه انا حضرت اول امبارح المناوره العسكريه اللي كانت امبارح بحقيقه شيء يعني واكيد زاد على كل الفضائيات, يدعو للفخر ويؤكد ان احنا عندنا جيش عظيم وجيش قوي. لما تحصل حادثه زي اللي حصلت في سيناء ويبدا البعض في التشكيك في قدرات هذا الجيش, ده بيأثر ولا ما بيأثرش؟ بيأثر على معنويات الناس ولا ما يأثرش؟ حتى البيانات اللي فيها انتصار لهذه الجماعات اللي ممكن تطلع بيانات فيها حاله من النشوه والانتصار على الجيش المصري في حادثه بهذا الشكل, احنا عارفين كويس قوي انه الجيش المصري بيواجه عصابات مسلحه ما بيواجهش جيوش. لو بيواجه جيوش كانت المساله خلصت من زمان. يعني لو جالك بيان من انصار بيت المقدس بتحتفي بانتصار على الجيش المصري من وجهه نظرك مش هتنشره؟ لا طبعا. طب انا لو حبيت اعرفه ادور عليه على انهي قناه؟ دوري عليه على انهي جورنال؟ وانت عايز تعرفيه ليه؟ اعرفه ليه حاجه السلبيات؟ أيوة انت عايز تعرفي ليه احتفائهم معهم ان هم محتفين بهذا الامر, وان انا ضايق بيه الجنود المصريين وضايق بيه الجيش المصري وضايق الناس اللي قاعده. استاذ علي شغلتي ان انا اعرف. شغلتك انك تعرفي في اوقات المعرفه الطبيعيه في اوقات الحرب. في اوقات الحرب يا استاذه منى في اشياء كثيره جدا لابد ان تخفى. في اشياء لو سمحت لي يعني انا طبعا انا يعني سامح لك مش ملاوي وسيل اللو وسيل اللو خالص يعني اقدر انشره واتعامل اخد تعليقات مختصين عليه احلله
أعلق عليه كصحيفة، بس ممكن أخبر القارئ بيه. أنا عايز أقول لحضرتك فقط لا غير أن هذا الظرف مش من منطق أن أنا محايد بين طرفين. أنا عمري ما أكون محايد بين منظمة إرهابية ودولة. وبين جيش بلدي أو بين مؤسسات لا مش دولة. الدولة في اللحظة دي إنما لازم جيش جزء أساسي من معنوياته، جزء أساسي من وجود الناس اللي موجودة في سيناء، جميع سواء ضباط أو جنود أو صف أو غيره من الجيش ومن الشرطة، هم موجودين هناك وبيشتغلوا في ظروف سيئة للغاية، وكل واحد فيهم يتوقع أنه يموت بعد لحظة. أنا فقط اللي عايز أفهمه حضرتك بتناقش هنا الحق، يعني مفهوم أن في أوقات الحروب أو حتى في أوقات السلم في بعض عشان كده في التصنيف اللي موجود حتى في الوثائق سري وسري للغاية ويعني شديد السرية. نعم. تصنيفات موجودة. هل إحنا كصحفيين علينا أن إحنا نضع إحنا كمان تصنيفات لأنفسنا حتى غير التصنيفات دي، وأنا لا أعمل هذا النوع من الرقابة، لا أنا مش هنشر ده لا. عشان قد يؤثر على حتى إذا كان هيأثر على معنويات الجنود المصريين. مين اللي هيوزن ده؟ يعني معلومة متداولة ويمكن أن يجدها أي باحث والناس كلها لديها وسائل كثيرة للمعرفة في جريدة أخرى، مين اللي يوزن إذا كانت تضر أو لا؟ ده تقييمها يخضع لي أولا في 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 ناس شغالة في الجرنان وتقريبا كلهم حتى لو بينهم اختلافات سياسية إنما عندهم القدرة على التمييز بين اللي يضر وبين اللي ينفع، بين هذه اللحظة اللي أنا ممكن أنشر فيها حاجة تثير بلبلة وتثير كثير من المشاكل وبين حاجة من الضروري إن أنا أنشرها. ده احنا أنا نشرت في المصري اليوم كل ما يتعلق بمشكلات، بقى في 4 صحفيين كانوا موجودين في سيناء ونقلوا كل مشكلات أهالي سيناء في المنطقة الحدودية، وما فيش حاجة على الإطلاق ممكن تكون المحرر نقلها وأنا شلتها أو تخفت، لأن دي مشكلة مصرية لازم نناقشها بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طب يعني أما ما يتعلق بمعنويات الجيش المصري فأنا أنا لا أقدر يعني في اللحظة الحرجة اللي زي اللي احنا بنمر بيها دي أقول أن الجيش المصري عظيم بيتعرض لمخاطر جسيمة في منطقة زي سيناء، وأنه هؤلاء الناس اللي بيتعرضوا له هم جمع عصابات مجرمة وعصابات جميل. مسلحة. أستاذ وائل لطفي أنت لم توقع على هذا البيان، هل حضرتك محتاج حد يقول لك أن الجيش المصري جيش عظيم؟ لا أن الجيش المصري عظيم، يعني هل أنت كصحفي لم توقع على هذا البيان ولو عندك موقف رافض ليه؟ لا أنا هل أنت محتاج يعني في مسائل هل المسألة دي محتاجة فعلا يعني لبيان لإصدارها؟ لا انا اقول لحضرتك يعني انا عندي تحفظات عدم التوقيع ده مساله، لانه انا بعتبر نفسي ان انا جزء من الجماعه الصحفيه شكلك المصريه. هتوقع. لا 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 انا بس يعني انا عندي مشكله انا بس عندي مشكله انه تمت بلاش صياغه يعني كتابه البيان، الكتابه دي اوسع من حكايه الصياغه يعني بالمضمون والشكل بشكل اوحى انه هذا تصرف ضد حريه الراي والتعبير. يعني مثلا من الحاجات اللي انا لكن هو انت متاكد ان هو مش ضد حريه الراي انت متاكد من كده انا متاكد من كده لاني انا حضرت مناقشات سابقه على مثل هذا البيان. انا لما اقول مثلا انه منع تسلل انا هنا يتحدث احيانا عن يعني اشياء يعني انت متاكد ان البيان مش كده بس صياغته لا توافق على ده؟ يعني صياغته أيوة صياغته غير موفقه. انا ليا تحفظات يعني دايما لما عندنا مجموعه من رؤساء تحرير كبار صحف مصريه يبقى عندنا مشكله في الصياغه. لا انا اقول لحضرتك خلينا نفتح النقاش شويه خلينا نفتح صحيح دي مشكله طبعا، اما ناتجه عن التسرع، اما ناتجه عن انه شخص بمفرده قام بالصياغه، اما ناتجه عن انه من عيد اليه بمهمه الصياغه، بس ده لا يقلل من نبل الهدف. الناس بتقول احنا بنجتمع عشان نقف خلف جيش بلدنا عشان الارهاب، وافق عليها 100%. انما لما انت تيجي تقول لي مثلا كلام انا اصفه بالسذاجة، وضع آلية تنسيق بين الصحف كافة لمواجهة المخططات الإرهابية، كلام على عيني وعلى راسي، السعي إلى اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذه المخططات على أنا وحضرتك وكل الزملاء في الاستوديو ضد الإرهاب وبنحارب الإرهاب، التي من شأنها لمواجهة هذه المخططات التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة. يعني إيه؟ طب ما هو العنصر الداعم للإرهاب ده مكانه النيابة، أنا أخده يعني قصدك إيه؟ صاحب فكر مختلف ده ما يشتغل يعني أنا أصلا قصد أنا ولا قصد البيان؟ لا قصد البيان حضرتك وقعت على البيان فحضرتك بتتكلم باسمي مش وافقت عليه. يعني لو عنصر داعم بالإرهاب بالمعنى الإجرامي ده مكانه النيابة. واضح إن أنا بحاول اتنين يعني اتنين بيحاولوني مش واحد مش منى لوحدها ممكن منى أنا بقى محايد المشكلة إن اللي قاعدين كلهم صحفيين وبيسألوا الأسئلة لا ممكن أنا يعني محايد منى وقطر لا إيه منع دي سذا يعني أنا يا أستاذ وائل في كتاب إرهابيين في كتاب تنتمي لجماعات إرهابية وبينشروا وناس كتير جدا بينشرهم في هذه اللحظة على الأقل يتواروا شوية يعني ما فيش ما يمنع إنه هم
يعني يتراجعوا شويه لغايه ما نشوف اللحظه المحزنه. أيوة يعني اللي احنا الكاتب لم يصدر ضده قرار، يعني في كتاب مثلا بينتموا للتيار الاسلامي، انا لا انشر مدرستهم الفكريه، حاجه ما تنشرهمش. لا انا لا انشر لواحد بيدافع، يعني مثلا شايف العمليه دي بطوله لا انشر له. طب واحد ده مجرم، واحد شايف العمليه دي فعل مقاومه ده لا انشر له، ده راجل بيرتكب جريمه، هو ده بيشجع هو ده العناصر. انما والله واحد انا مثلا هو ده يا وائل بس ما تطلعش بره، هو ده هو ده هو ده هو ده الكاتب الاسلامي هو حر، واحد بحدود الحوار اللي في المجتمع. والله انا ما بحبش كلمه كاتب اسلامي ده مبدئيا، انا لان انا كاتب هو بيصنف نفسه كده، لا بيصنفش نفسه، هو مش احسن مني، انا مسلم هو مسلم، هو تم هو كاتب معني بالشأن او بيدرس او ينتمي يعني تصنيف يعني ما بحبوش، انا مسلم وانت مسلم. طب ايه السبب بقى في الصياغه؟ قول لنا حضرتك. ما هو ده المعنى اللي انت وصلت له دلوقتي، انه طب ايه ارتباك الصياغه ده؟ متفق معاك ارتباك ولا مفيش؟ لا مش بالصوره اللي انت بتتكلم، هو المعنى وصل. طيب انا بس عايزه البيان اتكتب في دقايق يعني الحقيقه. يعني انما انا عايز اتناقش مع حضرتك في نقطه. لا طب اتفضلي. انا بس عايز اسال على الحقيقه عن الفكره الجوهريه، الفكره الجوهريه يعني. طبعا الحقيقه انا مع الاسف الفكره الجوهريه. انا اسالك بقى يا منى، لا انا بس انا عايز اسالك باعتبارك مراقبه، شفتي في الصحافه المصريه منذ صدور هذا البيان وحتى هذه اللحظه في اشياء كانت جوهريه اتمنعت؟ بما انك بتقولي جوهريه، انا ما اعرفش اكيد غير اللي نشر، ما اعرفش اللي اتمنع، اللي اتمنع ده موجود في المتم. هذا البيان او حاجه سؤالي شفت الصحافه المصريه ارتبكت؟ طب انا بس عايز اسال سؤال محدد. اولا احنا لدينا بيان اخر وقع عليه حتى هذه اللحظه حوالي 500 زميل يتزعم هذا البيان، زميل الاستاذ خالد البلشي عضو نقابه الصحفيين. الحقيقه هو كان يعني احنا تواصلنا معاه وكان يعني اعتذر عن التواجد معانا لوجود ارتباطات اخرى، ولم يمانع من مبدا المناقشه المساله، لكن كان لديه ارتباطات اخرى ولا اظن ان اي. انا ما اعرفش ان انا هناقش المساله دي، انا جاي كان جاي لمنى، هو قال لي منى قلت له حاضر. يعني اشكرك طبعا، ده تقدير اعتز بيه. ايه الموضوع حقيقي؟ ده تقدير اعتز بيه، لكن الحقيقه ان المساله ان البيان الاخر يرى ان مواجهه الارهاب، يعني انتم رايتم ان مواجهه الارهاب تاتي بعدم اضعاف الروح المعنويه، عدم التشكيك في مؤسسات الدوله اللي حضراتكم عددتوها، في حين ان اصحاب البيان الثاني شافوا ان مواجهه الارهاب لا يكون بما وصفوه بانه اعلام مقيد افواه مكممه، وان ده بيضع الوطن فريسه امام التطرف، لانك مش بتوجد اتجاهات. هستمع للاستاذ علي وبعدين هستمع لك يا استاذ وائل. لا يمكن اولا ان يكون في البيان شيء مقيد للحريه، وزي ما قلت في الاول لا يستطيع احد ان يقيد حريه الصحافه او حريه حريه الصحافه على فكره يعني بنص الدستور مصونه. طبعا، وما حدش يقدر يعمل ده، وما فيش حتى نظام سياسي يقدر يعمل ده ولا يقبل انه يعمل ده. يعني انا متاكد ان النظام السياسي الحالي لا يقبل انه يعمل ده. هذه مبادره من الصحفيين، من رؤساء تحرير الصحف، مبادره شخصيه ناخذ منها ونناقشها، ما هياش معركه. يعني الطرف الاخر اللي دخل اعتقد ان هو حاول يعمل معركه، لانه الموضوع ما هوش معركه، لانه كل الناس قابل الموضوع، قابل للنقاش وقابل لحاجات كتيره جدا. هل يوجد بعد هذا البيان كتاب بعينهم اتمنعوا، اراء بعينها اتمنعت؟ كويس، اذا كان البيان بيحذر او بيقول انه مش عايزين العناصر دي تتسلل الى الصحافه المصريه، كويس قوي. هو بيقول انا مش عايز عناصر، هل حد شاف حد اتمنع معين؟ هل الكاتب فهمي ويد اتمنع في الشروق؟ يعني هل الاسماء دي اتمنعت؟ موجود، كل الكتاب موجودين والناس موجوده، لكن فيه ايه الغرض من البيان؟ الحاله الغرض من البيان هو انه اولا احنا بقول لحضرتك احنا في لحظه حرجه ولحظه خطيره جدا، علينا ان ننتبه فيها ونضع اعلى درجات اليقظه في التعامل مع البيانات الصادره عن الجماعات الارهابيه ومع الكتاب الذين ينتمون الى هذه الجماعات فقط لا غير. انما ده دي مساله شخصيه تخصني انا، انت حضرتك مش عجباكي انت حره، انا ما قلتلكيش التزمي بيها، انت في جورنانك مش عجباكي او وائل مش عاجبه خلاص هو حر، انما احنا اللي قعدنا في هذا المكان اتفقنا على هذه الصيغه بشكل استثنائي في مرحله استثنائيه ومرحله خطيره. انا عايز اضم صوتي لصوت الاستاذ علي لانه لفت نظري في البيان اللي عملوه زملاء المعترضين، انت لا تستطيع ان انت تنفي عن رؤساء التحرير حقهم في الاجتماع، أكيد ممكن تناقشيهم فيما صدر عنهم. انا مثلا بتكلم على ارضيه مهنيه وبتكلم على ارضيه الحرص على مصلحه الجماعه الصحفيه، ومن ارضيه واحده نفس الارضيه اللي هم واقفين عليها، ولكن بقول لحضرتك انه كتابه البيان كان فيها ارتباك خلاه اتفهم وادى رساله للراي العام عكس المطلوب منه، فهم انه دي خطوه ضد حريه الراي والتعبير في حين انها ليست كذلك.
فهم انه انا هبتدي اتعقب عناصر معينه في الصحافه في حين المساله لا تستدعي ذلك. فهم انه احنا والله هنمتنع عن نشر بيانات ارهابيه وكان كنا نفعل، في حين ان احنا عمرنا ما كنا نفعل ذلك لانه القانون يجرم ذلك، ولانه الصحافه المصريه عموما عندها الوعي ده، الجماعه الصحفيه عندها الوعي ده. دي برضه نقطه انا مساله محتاجه افهمها. عمرها ما كانت منحازه للارهاب الترويج. يعني انت كصحفي وانت بتتعالج مع خبر او قضيه متعلقه، يعني احنا النهارده مثلا عندنا مؤتمر حقوق الانسان المراجعه الدوريه الموجوده في جنيف، في معركه دائره هناك وليها طرف بيحاول ان هو يشكك في حقوق الانسان في مصر، انا نشرها بالكامل. طيب يعني هل ده بيعتبر ترويج يا استاذ علي لوجهه النظر دي لو انت نشرتها؟ المساله بصي في المنطقه دي على فكره ما فيهاش يعني حتى ما فيهاش منطقه يبقى فيها لبس ولا واحد في الليل، لان النتيجه هي المهمه. ايه النتيجه؟ نتيجة ما تنشره الصحف. الآن في مصر اليوم في كتاب بينتقدوا النظام ولا مفيش؟ مفيش ما في كاتب اتمنع. حضرتك شخصيا اتحقق معاك 13 ساعة في بسبب نشر، بس انا مش عشان كنت بنتقد، لا بسبب نشر البعض شاف ان انت تجاوزت. ما نشرتش ده كانت إشارة، لم انشر، ده كانت إشارة ان انا هنشر. طب تخيل بقى لو نشر. اختلاس اوراق ومحاضر، صح؟ محاضر التحقيق، حاجة كده، اختلاس او محاضر التحقيق، تهمة عجيبة وغريبة. يعني اقصد ما هو دي ده مصر، مش ده نقول عليه، يعني ما ينفعش حتى القضية بتاعتنا نقول عليها دي قضية متعلقة بالنظام، بس انما دي قضية متعلقة يعني النيابة العامة وهي بتحقق وجهت هذه. انت شايف قضية متعلقة بحرية التعبير؟ طبعا، لانه هو الحقيقة في بلاغ اتقدم من الداخلية وده كان خطأ كبير جدا. وفي نفس الوقت التحقيق نفسه في قضية مش موجودة اساسا، لانه هو السيد النائب العام لما اتصل بيا وقال لي احنا هبعت لك قرار بحظر النشر، قلت له من غير ما تبعت مش عايزين خلاص، وجاني وما اتنشرش. بس يظل سؤالي يظل سؤالي، ليه انت تطلع بيان وبعدين تضطر يعني لايضاح انه هدفك مش كده؟ فكانه البيان حقق نتيجه عكسيه. لا يعني حاجه، انا طلعت مين اللي دافع وعمال اقول. بص انا هقول لك حاجه، بس انا اولا جاي للاستاذه منى لانه الحقيقه يا صديقه عزيزه واخت يعني عشره قديمه، وما اعرفش ان انتوا هتناقشوا هذا البيان، ولو هتناقشوا هذا البيان للامانه ما كنتش جيت. ليه؟ لان بعتبر هذا الموضوع انتهى. حقيقة يعني في تقصير من عندنا ان حضرتك ما عرفتش الموضوع. لا ما اعرفش والله، بس انه هذا البيان انتهى، وانه قضيته الاساسيه هي انه زي ما قلت لحضرتك هو اللي جددوا ان في بيان مضاد خرج ليه، ما هو فكره بيتهمكم باتهامات. يعني الحقيقه انا 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 يعني الزملاء اللي عملوا هذا البيان كان ينبغي عليهم ان يدققوا بس النظر في الصحف اكتر ما يدققوا النظر حتى في البيان، وشوف الصحف عمل الدوله. هل لو حضرتك علي السيد لو ما كنتش رئيس هذا البيان يا سيده الفاضله، هذا الاجتماع كان على راسه نقيب الصحفيين، رقيب الصحفيين كان بنفسه في هذه الجلسة عشان ما نقعدش نشكك في بعض، ما يصحش ان احنا نشكك في بعض. صحيح. اللي موجودين رؤساء تحرير صحف حزبية وقومية ومستقلة، اذا كانوا رؤساء التحرير هم اللي حاضرين البيان التاني ده عايز ايه؟ هل في احد من الزملاء الخمسمية اللي موقعين على هذا البيان، وانا بقول لك الموقعين بالخطأ على هذا البيان، اتمنع له حرف يطلع يقول لي؟ لو حضرتك اللي جمع الناس عشان لو ما كنتش رئيس تحرير وكنت لسه يعني ما زلت يعني مجرد كاتب او مخبر صحفي او محرر، هل ما كانش البيان ده بطريقه صياغته دي هتخوفك؟ هتخاف ان لا. انت ممكن يفتح هذا الباب، يعني انت في محل انك تاخذ قرار تحريري لو ما كنتش كده؟ لا ما يخوفنيش خالص، لان انا عارف ومتاكد ان حريه الصحافه منصوص عليها في الدستور، ولا صديق احد يقترب منها، ولا يوجد نظام يمكن الان في التوقيت اللي احنا فيه ده انه يمنع أو يحجب أو يحذر أو يفعل ما يفعله. حتى قضية أنا لم تكن قضية بالدرجة الأولى هي الهدف منها منع حرية التعبير، إنما كان الأصل في الموضوع أن هناك قضية ما زال التحقيق قائما فيها، وبالتالي رأت النيابة العامة أن منع النشر في هذه القضية هو الأفضل للقضية. أوكي، ليكن هذا الأمر، وإحنا بنحترم، إحنا كلنا كصحفيين بنحترم القانون مش ضده، وأنا اللي كنت هنشر وقفت النشر في هذا التوقيت احتراما لقرار النائب العام، انتهى الموضوع. ما عنديش موقف مع الدولة، لأنه النائب العام بيمثل المجتمع مش الدولة. لا يمثل النائب العام، لا يمثل الدولة ولا هو الدولة، ولا هو جزء من النظام، هو جزء من النظام القضائي اللي موجود في مصر، وأنا على يقين أن النظام القضائي في مصر نظام مستقل. استاذ وائل، هل انت شايف ان المساله فيها قدر من سوء التفاهم اكتر ممكن جمع الجماعه الصحفيه حواليه، ولا فعلا في صراع حوالين بين الصحفيين حوالين حدود حريه الراي والتعبير؟ لا انا شايف ان في فرق بين الاعتراض لاسباب مهنيه وبين ان انا اخد موقف لاسباب سياسيه. خليني اتكلم معاك بصراحه، يعني كلنا في الاخر زملاء، وكلنا انا شايف ان البيان اللي وقع عليه 500 صحفي هو دوافعه سياسيه اكتر منها دوافع مهنيه. بمعنى انه انا عايز اقول انه انا
في معارضة سياسية، في معارضة للتوجم. أنا بقول لحضرتك بمنتهى الأمانة، أنا قلت إن عندي تحفظات، صح؟ قلت لك عندي تحفظات وقلتها للزملاء ساعتها، إنما أنا ما أقدرش أنكر على ناس حقها في إن هي تجتمع وتطلع بيان أناقشهم فيه أو أقول لهم ده غلط في كذا أو ده مش موفق في كذا أو اجتماعكم نفسه، إنما في الآخر هو من حقهم إن هم يجتمعوا، وفي الآخر برضو أنا دور رؤساء تحرير. مش نفس الحق ده موجود برضو للمجموعه الاخرى اللي بس هم دور رؤساء تحرير قرروا ان هم يعملوا كده من واقع مسؤولياتهم المهنيه اللي هم والقانونيه اللي هم مخولين بيها. في الناحيه الثانيه انا كصحفي اقدر التزم بما اكتبه، انما يعني حضرتك فهماني، هي زي ما قلتي فيها قدر من سوء التفاهم او من الرغبه فيه، انما في الاخر هذا البيان اذا نقح من لفظين ثلاثه انا شايف ان هو ناس بتقول هنحتشد خلف الجيش الوطني في مواجهه الارهاب، دي مساله ما اقدرش الومهم عليها. في نقطتين انا اعترضت عليها، مساله عليها محموده بالظبط. طبعا 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 مساله محموده ومتفق عليها وكلنا نشترك فيها كمان، انما في حاجتين انا شفت ان هم ادوا الى عكس المعنى او خلوا البيان يؤدي الى عكس المعنى او يوحي بانه هيبقى خطوه ضد حريه الراي والتعبير، فانا بقول لهم والله انتوا ما كنتوش موفقين فيها هاتين النقطتين بالتحديد او في هذه الصياغه اللي هي ممكن نتيجه سرعه او نتيجه عدم توفيق او يعني ايا كان. ده كلام بيننا، ده كلام في نقاش. بشكل شخصي شاعر ان في حتى بعيدا عن هذا البيان ان في اي تهديد من اي نوع لحريه التعبير، لحريه النشر، تعدد الاصوات اللي المفترض ان هو مكسب حقيقي، يعني اجيال من الصحفيين انا بقول لحضرتك انا بمنتهى الامانه انا بقول لحضرتك ان انا فوجئت مثلا في جريده المصري اليوم انه في مقال مهم جدا لنيوتن اللي هو في ناس بتعتقد كتير انه بيكتبه حد مهم جدا في الجريده، هيقول لنا مين بيقول الاجتماع الرئاسي. انا ما اعرفش هو مين. والله في الاخر هو عمود مهم، هو عمود مهم جدا من اهم الاعمده، فالراجل بيقول انه بينتقد اجتماع رؤساء التحرير ينفي الراي الاخر. اذا ما هو ما اتمنعش يعني قصدي وانا بقول لنيوتن يعني انا ينفي الراي لانه بالظبط انا يعني بص على في مقالات بتنشر في المصري اليوم انا مش موافق عليها. مش موافق عليها بمعنى ثقافيا وفكريا ما بحبهاش. حتى انت بالانتماء الوطني والانتماء السياسي شايف ان هي مقالات مش لطيفه. انا شايف كتير جدا من الشباب بيكتبوا كتابات وحشه قوي سواء على مهنيا ولا على مستوى اللغه ولكن تحقق مقروئيه عاليه جدا مثلا على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت عموما، يعني مجرد ما بينشر مقال بيعمل حاجات لانه المقال متجاوز القواعد الاساسيه للكتابه، متجاوز اخلاقيات او يعني بينتشر مفهوم الغرابه، بينتشر بمفهوم انه في جراه او في بتاع او يناسب الجيل اللي هو بيتعامل مع الانترنت زي ما بيتعامل مع الماء والهواء كده، يعني في جيل لغته كده، طريقه تعامله كده، اداؤه كده، فبيعمل ده. انا ما بقاش موافق على هذه المقالات ومع ذلك بنشرها في الاطار اللي حضرتك بتتكلمي عنه، حريه الراي والتعبير، وانه ما يتقالش انه حريه الراي والتعبير في مصر تاثرت. هو في خطر محتاج لمناقشه اعمق، وهو مش يعني من الحاجات اللي لا يتم عليها الاجابه بنعم ام لا. هو في تيار عام سائد في المجتمع مش عايز يسمع صوت مختلف، ده مهم، ده تيار كبير قوي، تيار كبير جدا جدا ومش عايز ده يؤثر على حريه الراي والتعبير، بمعنى انه هو مش عايز يسمع صوت مختلف. دي مساله هتاخد وقت وممكن تبقى استثنائيا، مش معنى ان التيار ده هينفض ولا حاجه، انما ممكن بعد شويه يهدى من ناحيه عدم قبول الاراء المختلفه. وعشان يهدى اعتقد لازم ان حضراتكم كرؤساء تحرير تفضلوا حريصين دايما على تمثيل كل الاراء. اعتقد ان هي فعلا يعني هي فعلا ممثله، بس خلي بالك احنا خارجين من فتره الناس حست فيها بخطر على وجود الدوله المصريه. صحيح. وفي تحديات كبيره جدا الغالبيه العظمى في المجتمع ده. صحيح. صحيح. ده صحيح. صحيح. يعني فلابد من ان احنا نفهم الحكايه في هذا في هذا الاطار. انت ما تتكلميش على فتره عاديه او ما تتكلميش مثلا عن سنه 2010 لما الامور يعني مستقره الى درجه التعفن، انت تتكلمي عن صراع دخلوا المجتمع وهزات كبيره وهويه دوله كانت هتروح وهي مساله في حاجه ان حضرتك تطرحيها برضو يعني حدود حريه التعبير وسط التيار العام، الخطر عليها مش من الدوله، هو من تيار عام في المجتمع. والحقيقه ان فعلا دي مساله تحتاج لوقفه وربما وقفات. وانا بشكر حضراتكم بعض الجوانب اللي حضرتك قلتها زي جزئيه التسييس يمكن ما توفرش لينا حد من الموقعين على البيان حقهم يردوا اذا ارادوا ذلك. انا بشكرك زميلي العزيز. لا انا حقهم يقفلوا البيان ده، حقهم يقفلوا هذا الموضوع تمام الحقيقه، لانه لا يستحق الجدل ولا يستحق النقاش اصلا. وانا بقول اهو اتحدى ان يكون في حد منع له صفر في ال 500 في اي مكان. انا بشكر حضراتكم تاني، بشكر زميلي الاستاذ وائل لطفي رئيس تحرير صحيفه الصباح، بشكر زميلي العزيز الاستاذ علي السيد رئيس تحرير صحيفه المصري اليوم. اهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا يوم اخر في مصر ان شاء الله يكون يوم افضل، حتى التقيكم فيه.
هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا منى سلمان. إلى اللقاء.